في لبنان ينضم إلي مباشرة من بيروت السيد نعمة فريم، الرئيس التنفيذي لمجموعة إندافكو الصناعية ونائب سابق. أهلا وسهلا بك معنا سيد فريم. نحن بالتقرير حاولنا نفرج صورة أنه بالفعل لأول مرة بدأنا نرى بالسوبر ماركتس اللبنانية بدائل وطنية لأمور كنا نشتريها معودين أنه نشتري الماركة الأجنبية، ولكن أنا بدي أسألك، هل صار في تحولات بالقطاع الصناعي اللبناني بالفترة الماضية، وما هي أبرز هذه التحولات؟ أول شيء أكيد صار في تحولات، أكثر شيء عند المستهلك اللبناني. الصناعات الاستهلاكية اللبنانية كل عمرها موجودة بالأسواق اللبنانية، ولكن كان في عندها مضاربة كبيرة، لأن الأكلاف بلبنان كانت وقتها كانت الليرة على 1500 ليرة الدولار، كان عندنا كلفة كهرباء عالية، كان عندنا أكلاف كبيرة. اليوم صار في كلفة كتير كبيرة على الاستيراد، من هيك الخدرة التنافسية اللبنانية كتير زادت. اليوم تقريبا المستهلك الاسواق الاستهلاكيه اللبنانيه صارت مغطيه بحوالي 80 او 90% من الصناعه المحليه، ولكن في اخبار ساره اكثر، هي انه الصناعه اللبنانيه عم تتوجه نحو منتجات ما كانت تعملها قبل، وهذا اللي بدنا نشجعه ونقويه، اللي هن مثلا الالات الصناعيه، يلي هي مثلا التكنولوجيا المتطوره، يلي لبنان كل عمره كان عنده قدره يقدر يعملها، ولكن القدره التنافسيه للبنان كانت ضعيفة. اليوم القدرة التنافسية للبنان صارت كتير كبيرة، وهي عم تنظر لمستقبل زاهر للصناعة اللبنانية. من هيك المطلوب كيف نستقطب رؤوس أموال إلى الصناعة اللبنانية، إلى القطاع الإنتاج اللبناني، ومن هون منها محفزات الدولة كلها، من بعد ما نخلص من هذه الأزمة البنيوية الكبيرة في لبنان، السياسية الاقتصادية الاجتماعية، من ندخل إلى أي اقتصاد نريد في لبنان في 20 سنة القادمة. وأنا بتصور أثبت حاله القطاع الصناعي هو القطاع المستوعب للصدمات أكثر من غيره. الصناعة لازم يكون الركن الأساسي للبنان، ويكون حواليه السياحة، يكون حده المصارف، يكون حده السياحة للتطبيب، الاستشفائية، كلهم هودي حوالى الصناعة اللبنانية. هيك بصير نرجع إلى الناتج القومي اللبناني، نرجع نشوف الأرقام يلي شفناها. كانت قبل الحرب، قبل 1975، كان لبنان يشكل الصناعة من الناتج القومي 25%، أما نحن قبل من سنة ونص وصلنا إلى أوطى مستوى يلي كان 9%، وهذا شيء مش مقبول. أكيد مش مقبول، لأنه كان البنك عم يعطي 15%، فبالتالي قتل أي انسنتيف أنه واحد يستثمر محليا. بس أنا اللي بدي أسألك، اليوم بالوقت الحاضر بنعرف أنه القطاع الخاص عم يتكل على حاله لأنه الدولة غائبة، فخليني أتحدث عن القطاع الخاص اللبناني اليوم. شو البزنس موديل؟ أولا البنوك معطلة، فلا ليس بالاستطاعة لا الاستدانة من البنوك لحتى واحد يقدر يعمل working، يقدر يجمع كابيتال. وبعرف أنه اليوم كاش بيست ايكونومي، كله عم تشتغلوه بالكاش بالنقد، لأنه كما ذكرنا البنوك غائبة. فبالتالي هل يستطيع اليوم أي مصنع لبناني أن يقف على رجليه عبر الاتكال فقط على البيع محليا، أم بحاجة للتصدير؟ وهنا شو عم بتشوف بالقطاع الصناعي؟ خلينا نحكي شوية أرقام للمشاهدين يعرفوا شو صاير بلبنان. نحن بلبنان الناتج الصناعي حوالي 10 مليار دولار، الناتج الصناعي، يعني كل صناعة لبنان بتنتج حوالي 10 مليار worth of goods. هود 10 مليار بيكلفونا 3 مليار fresh dollars تنستورد بضائع تنقدر ننتجها. أور التصدير كان 3 مليار بس قبل الأزمة، بقيمة value added حوالي 50%، يعني كان عمليا بينقص الصناعة اللبنانية مليار ونص دولار بالسنة fresh لتحافظ على حاجتها للدولار. من هيك المطلوب تزيد صادراتها لتجيب دولارات جديدة لتشتري مواد أولية. أنا بعتبر الأزمة اللبنانية كلها سوا بتنحل اقتصاديا، عم بحكي غير السياسي والاجتماعيا، إذا بنقدر ندوبل الناتج الصناعي اللبناني. إذا فيها نطلع بخمس سنين قادمين إلى 20 مليار دولار، نقدر نستقطب قيمة مضافة للدولارات بلبنان بقيمة 8 مليار دولار جديد، هني بيسكروا كل عجز الدولة اللبنانية، عجز الميزان الحساب الجاري، عجز الميزان الجاري. وهيدا هيدي استراتيجية وحجر الزاوية لازم تصير
لاستراتيجية لبنان الاقتصادية الاجتماعية في الخمس سنين القادمة. ما الذي حدث بآخر كم شهر؟ فيك تعطيني فكرة، أعطي المشاهد فكرة، ولا شك أنه نحن أيضا عم نتوجه لجمهور potential investors، يعني اليوم نحن عم نحكي مع جمهور مستثمر محتمل. فاليوم شو البيتش؟ اليوم إذا أنت بدك تعمل بيتش على القطاع الصناعي اللبناني، شو البيتش بالظروف الصعبة حاليا؟ أنا بقول أول شغلة بقول أنه كل صناعي في لبنان بعده طيب وبعده صناعي من بعد 20 سنة وصلت الفوائد إلى 15% وعملة مدعومة بشكل أنه ما يقدر اللبناني يكون منافس مع الأجنبي ببلده، يعني هو قابل للحياة. هلأ بده يبلش يزدهر ويكبر لأنه القدرة التنافسية كتير كبيرة. يلي من التوجه للمستثمر يلي عم يسمعني يقول نحن بأزمات اقتصادية اجتماعية سياسية ولكن أساسها سياسي عم نشتغل عليها، لبنان عم يخلق من جديد. هون بدك تسمحي لي أقول أنه لبنان عم يخلق من جديد، مطلوب ندخل إلى زمن كله انفتاح وتطور، بده يكون حجر الزاوية فيه باقتصاده الحر ولكن اقتصاد منتج. طيب فإذا نحن بنعتبر أنه جايينا خمس سنين قادمين إذا بنعرف نشتغل بالسياسة لنرتب بيتنا الداخلي ونستقطب رؤوس الأموال من إخواننا العرب وإخواننا المنتشرين اللبنانيين في العالم كله أول شيء، ثاني شيء، وثالث شيء من المستثمرين العالميين كلها. نعم. عندي دقيقة بس بدي أفهم منك اليوم على أي profit margins عم تشتغل الصناعة اللبنانية اللي ببيع محليا، وبالتالي اليوم هل الجميع عم بيصدر ليقدر يجيب الدولار ليشتري المواد الأولية؟ تنكون صريحين ودقيقين، ما حدا عم يحكي بالبروفيت مارجن هلا، لانه ما حدا بيعرف كيف بده يحسب. اي دولار بتحسبه على ليره 1005 ولا على 3900 ولا على 8500 ولا على الدولار يلي اسمه دولار بالبنك اللبناني ولا على الدولار الفريش، ما حدا بيفهم شيء. المطلوب نأمن مصريات كافيه للكاش لتدفعي معيشات باللبناني للقدره العامله اللبنانيه وتساعديهم تزيدي لهم معيشاتهم ليقدروا يواكبوا شوي صغير الانفليشن. من تاني ما لازم تأمني كمية الفريش دولار كل يوم لتقدر تشتري وتستمري من استيراد المواد الأولية، وتالت شيء لازم تأمني الدولار يلي هو الدولار البنكي لتسكر الديونات الأوفر درافت واللونج تورم والميديوم تورم لون اللي عم تستحق للبنوكي. من هيك الصناعة اللبناني اليوم بالفعل عم بدير أزمة كتير صعبة بسموها فوكا. فوكا انفايرمنت volatile, unpredictable, complex وأزمة كتير ومتطور والمشاكل. ولكن لحديت هلأ كتر خير الله اللبناني تعود يدير حياته ويعود عن نقص الخدمات الدولة ويتكل على نفسه، واليوم أيام كتير صعبة ولكن نحن متكلي على نفسه. إن شاء الله خير، ما في غير نتأمل خير. شكرا جزيلا لك سيد نعمة فريم، رئيس التنفيذي لمجموعة إندفكو الصناعية، أهلا وسهلا بك.